وثلاث نقاط جديدة بتقرب النادي الأهلي إن شاء الله من اعتلاء القمة بعد المباراة القادمة بإذن الله مع الجون. إن شاء الله يعني الوضع الطبيعي إن النادي الأهلي يرجع في على قمة الجدول يعني. الحمد لله على الثلاث نقط ودول كانوا أهم حاجة في اللقاء. الماتش بصفة عامة مش من أفضل ماتشاتنا، لكن الشوط الثاني خاصة مع بيكار يعني الكورة معظمها جت للنادي الأهلي لغاية ما أحرزنا هدف مفاجئ لقفشة، لأن قفشة مش متعود إنه يلعب براسه ومن على نقطة البنالتي أو قبل كمان نقطة البنالتي، وراحت قوية وسريعة جدا، والكرة مش مرفعة قوية أو من كريم، لكن هو عملها بإحساس راس حرب. إحساس حلو قوي في مكان صعب. صحيح ممكن يكون بسام شافها متأخر فراحت صعبة، البند يا هشام، البند اللي جه فيه البند، وهو تحركه بعد الكورة يعني تحس انه طار من مكانه والكورة كانت أسرع، لكن هي راحت في زاوية صعبة. صحيح. مفاجأة بالنسبة لنا من قفشة، لكن هدف جميل، النادي الأهلي استحق بيه الثلاث نقاط. الماتش بصفة عامة كان متكافئ يعني في شوطه الأول وفي شوطه الثاني لغاية آخر 10 دقائق أو ربع ساعة الأهلي هو اللي كان مسيطر والشكل الأقرب إن هو ممكن يجيب جون، وفعلا ده اللي حصل. يعني في بعض الحاجات النهاردة اتعملت كويس، وفي حاجات يعني أولها مثلا الاهلي يقترب من القمه بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1، بس احنا قلناها قبل المباراه العلامه الكامله كابتن شريف طبعا، مبروك. هو اللي اجهز وبيلعب على طول وبيهاجم كويس في الناحيه الهجوميه اكرم توفيق قلنا بيدافع كويس ولسه راجع برده، فورمته لسه مش قوي، لكن انا بتكلم على النهارده ما تحسش بخطوره الباكين. انت النادي الاهلي لما بتلعب مع اي فرقه الباكين بيبقى ليهم او الظاهرين يعني بيبقى ليهم دور هجومي كبير. صحيح. ده ما كانش واضح خالص بالنسبه لاكرم توفيق ولا كريم الدبيس. يمكن الدبيس في الشوط الاولاني عمل لعبه ولا لعبتين، بس الشوط الثاني قل اداؤه البدني جدا، ما تحسش ان ليه اي دور هجومي. فدي كانت مؤثره قوي على شكل الهجومي للنادي الاهلي. الحاجه الثانيه ما زلت بقول انه ديانج من وجهه نظري الشخصيه في قلب الملعب افضل، في قلب الملعب في رقم 6 افضل كتير لما بيلعب رقم 8. بحس انه عايز يعمل مجهود وبيجري ويتحرك، لكن تركيزه ما بيبقاش واضح زي لما بيلعب في قلب الملعب عشان يغطي الملعب بالعرض ويقطع ورا الاربعه خمسه اللي قدام ويغطي الاربعه اللي ورا، يعني جهده بيبقى واضح اكتر لما بيلعب على الجنب شويه. يا ساعات وهو بيطلع بالكوره يا بتطول منه يا تلاقيه بيجري في اماكن في وقت مش محتاج فيه جري، فبرضه الملعب كان متاخد مننا شويه لانه مروان النهارده ما كانش في حالته قوي، برضه امام ما كانش في احسن حالاته، تحس انه حتى الشوط الثاني هدي قوي. احمد عبد القادر وقلنا انه محتاجه تغيير ولازم هو واقفه مع النفس انه احمد المفروض امكانياته احسن من كده بكتير، لكن بعض التغييرات عدلت يعني. كريم فؤاد لما نزل ما اقدرش اقول عمل حاجه غير عاديه، بس عمل نشاط. أيوة. يعني تحس بقت فيه حيويه في الجبهه اليمين في نشاط فيها. عايز اتكلم على كل حاجه دلوقتي ولا سيب لنا حاجه لا 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 بعد كده؟ لا خلاص انت ماشي. انا بس كل ده في مبروك. لا لا حسين الشحات ليه تقله، بس برضه زي ما كابتن شريف قال انا متفق معاه، التغييرات بتتاخر قوي في اوقات، يعني كان ممكن بدري عن كده يعني. أي أي أي. بس هو ممكن تكون رؤيه مستر كولر ان هو يبتدي باحمد عبد القادر ويخلي معايا ورقه رابحه احتاجها الشوط الثاني حسين الشحات، ممكن يكون ده فكره ورؤيته. انا بتكلم على رؤيه مستر كولر. لا انا ما بعدلش على رؤيه مستر كولر. طب ما تعمل العكس يا هشام، بنقول وجهه نظرنا. ما انا بقوله كده عشان يقول لي ما نقلب العكس. ما انا بقول لك وجهه نظرنا. حتى لو انا عايز استفاد، احمد عبد القادر لعيب يعني مهم ولعيب كبير، بس هو لازم انتاجه يبقى اكتر من كده على امكانياته. ما هو لو هو لعيب عادي ومش مهم بالنسبه لنا ما ممكن ما نتكلمش وخلاص. طب لكن امكانيات، انا لو لعيب عندي امكانيات كويسه احيانا بلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي،
ايه اللي ينقصني علشان ابقى لعيب مؤثر قوي؟ هو كان في فتره من فترات كان لعيب مؤثر جدا. لازم يبقى مركز مع نفسه قوي، لازم ما يزعلش لما يقعد، لانه طبيعي انه النادي الاهلي المنافسه بتبقى اكتر من لاعب، وكلنا عشنا الكلام ده. دلوقتي بقى موجود حسين، وموجود رضا سليم ربنا يشفيه، وبيرسي تاو، وطاهر، وهو ويعني خمسه سته سبعه في مركز الاجنحه. فهو ممكن في وقت المدرب بيبقى بيفضل واحد عن واحد، بيقعد واحد ويلعب واحد، فلازم يبقى عنده اصرار وجلد انه ما تهزش لما اقعد. بالعكس ابقى مصر اكتر ان انا لما العب هكسر الدنيا. لكن لما العب وما كسرش الدنيا او ما مع... طب انا ابقى هي مش سمعه إيه؟ هي مش سمعه. ايوه يعني إيه عايز تلعب اساسي، العب اساسي وريني احجز لنفسك بس مكان. هو ده اللي يعني متفق فيه مع كابتن شريف زي ما قال كده. طب ما خلاص طالما لعبت يبقى لازم ادوس على نفسي اكتر من كده. بالنسبه لحسين مفيش مشكله ان يقعد احيانا، ولكن انا بتكلم على توقيت التغيير. بالنسبه لحسين كان متاخر شويه، يعني المفروض كان ياخد زمن اكتر من كده، لكن الحمد لله مبروك الثلاث نقاط وجونين حلوين، ثلاث اهداف حلوه، حتى جون احمد القدوسي من حته صعبه جون هدف حلو يعني. وبرده سيراميكا قدم مباراه جيده يعني. صحيح.